اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. برحب بضيفي العزيز اللي كان مفاجاه كنت متخيله سنا اكبر من كده، براين رايت، المدرس المساعد للتاريخ العربي والاسلامي بالجامعه الامريكيه. اهلا وسهلا. اهلا بك براين. سنك صغير قوي، 27 سنه على الرحله الطويله اللي عملتها في البحث. طبعا. انت في مصر من سنه كام؟ انا اول مره جيت كان في سنه 2005. كنت جاي تابع، يعني انا ساعتها كنت بعمل لسه في الكليه، فكنت جيت حاجه تابعه للجامعه اللي انت بتاخد كورسات، يعني كانت بادو طلبه. نعم. وبعد كده رجعت امريكا وكملت البكالوريوس، وجيت تاني في 2008 واشتغلت شويه، وبعد كده دخلت الماجستير. ايه اللي جابك؟ يعني جيت مره 2005 وبعدين رجعت تاني. جيت انت بتفهم العاميه المصريه؟ طبعا. مش لازم اكلمك فصحى. لا لا لا. طيب جيت 2005 وبعدين سافرت ورجعت تاني. ايه اللي شدك في مصر خلاك ترجع تاني؟ والله كانت حاجه غريبه، يعني انا كنت جاي اصلا، كان معايا واحد دكتور اسمه اميل صليه، كان معايا في الكليه، هو كان بيشجعني، اللي هو بيقول لي براين المنطقه الشرق الاوسط هي المنطقه اللي جايه في المستقبل، يعني هي بالنسبه لايه؟ قال لي بالنسبه للاقتصاد. قال لي انت بتسمع دلوقتي عن البرازيل وعن الصين وعن الدول الثانيه، فقال لي في المستقبل انت هتشوف المنطقه دي، الشرق الاوسط والدول العربيه هي هتبقى في المستقبل. فهو كان دايما بيشجعني ان انا اسافر الدول العربيه، فلما جيت مصر حبيتها قوي. يعني انا حظي كان كويس جدا ان انا. ايه اكتر حاجه حبيتها فيها؟ ناس، يعني الناس والخبره اللي انا خدتها من مصر كانت خبره جميله جدا، وحبيت البلد جدا، وقلت ان انا لازم ارجع في المستقبل. والحمد لله بعد ما خلصت الكليه رجعت على طول. رجعت قعدت هنا سنين، بعدها بسنتين اشهرت اسلامك. لا انا كنت اسلمت وانا في امريكا في 2007. 2007 كنت في امريكا؟ انا كنت لسه في امريكا. تمام. اسلمت ليه؟ يعني ما هو الاغراء اللي خليك مجتمعات الوسط اللي انت فيه او المجتمع اللي انت فيه بيرى ان الارهاب يساوي الاسلام عند الكثيرين؟ طبعا. ان دي مناطق مشتعله، مناطق فيها تخلف شديد جدا. والبعض بيربط ما بين ما نحن فيه والاسلام وما ينادي بالاسلام. طبعا. ازاي اسلمت؟ يعني كان منهجك ايه لحد ما وصلت لانك تسلم؟ لا منهجي كان حاجه بسيطه، ان انا كنت في الاول لما اخذت القرار ان انا هاجي مصر في 2005 قلت ان انا لازم افهم كل حاجه عن البلد، يعني افهم اللغه وافهم الثقافه ومن ضمنها الدين. فالدين الاسلامي برضو دخلت في الدراسه، فكانت قرايه في الاول. ولما جيت مصر تعرفت على ناس كتيره جدا ساعدوني وشجعوني، وكانوا بيقولوا لي ان بيوروني الحاجات الحلوه في الاسلام. فلما رجعت امريكا او لما قبل ما رجعت امريكا باسبوع او اسبوعين بكتير، في واحده زميلتي في الجامعه الامريكيه ساعتها كانت بتقول لي طب راين انت قاعد بقى بتفكر في يعني بتفكر في الاسلام وبتسمع الاراء للاسلام. نعم. طب اسال نفسك ليه لا؟ قلت ماشي السؤال كويس. فلما رجعت امريكا ابتديت ادور على كل الحاجات او الكتب اللي بتهاجم الاسلام. كويس. فتحت المواقع، فتحت الكتب، فتحت كل حاجه ان انا يعني بدور فيها ايه اللي وحش في الاسلام. يعني انا قاعد بقالي سنتين دلوقتي بسمع كل الحاجات الحلوه عن الاسلام، طب انا عايز اسمع ليه لا؟ لكن لما كنت بدور في الكتب وبشوف المواقع وبشوف الفيديوهات كنت بلاقي انا شخصيا برد على الناس دي، من يعني برد يعني ان هو مش كده، يعني انا لا، يعني انا بسمع حاجه وحشه عن الاسلام اقعد افكر فيها وافتح مصادر تانية والاقي لا الحقيقه مش كده. فده يعني اسلام يجيب بطريق عكس، يعني المفروض ان واحد بيسمع او حد يشجعه للاسلام. اكتر حاجه شدتني للاسلام لما انا كنت بقرا عن حاجات ضد الاسلام، يعني قصه غريبه شويه. ليه؟ يعني حسيت ان هم بينتقدوا ايه في الاسلام فاستفزك ده وبدات تدور لقيته مش موجود، عشان عايز افهم تفسيرك هم ليه بيهاجموا الاسلام؟ ليه بيهاجموا نبي الاسلام؟ هل لان هم قاريين غلط، لان هم فاهمين غلط، ولا لان هناك استهداف لده؟ هو في ناس عندها اهداف سياسيه واغراض سياسيه، دي موجوده. تمام. لكن في ناس تانية بتشوف الاسلام وللاسف الشديد بتربط الاسلام بالاحداث اللي بتحصل في البلاد المسلمه. يعني لازم نفرق ما هو ما بين، او لما انا كنت بقرا في الموضوع قلت ان انا لازم افرق ما بين هو اللي بيحصل في البلاد المسلمين وما هو الاسلام، او هل او يعني ادور انا
الربط ده فين؟ ايه العلاقة ما بين الاسلام والمسلمين؟ هل الاتنين يساوي بعض؟ فدي كانت بالنسبة لي حاجة مهمة يعني. أكتر حاجة شدتك في الإسلام وحسيت إن الدين ده هو الأقرب إلى عقلك وقلبك إيه؟ بالنسبة لي أنا تعلقت جدا بحكاية العدالة، يعني لما شفت العدل في الإسلام، إن واحد بياخد حقه، وإن بياخد يعني مش عايز أقول يعني، كان في جميع الأمور في الإسلام ليه حلول عادلة. يعني الإسلام بيعالج الأمور وبيعالج الحاجات في الدنيا كلها بالعدل، فأنا ده يعني أكتر حاجة شدتني للإسلام يعني. شخصية النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله كانت بالنسبة لك نقلة ولا العدالة كانت أعلى طبعا. كشخص؟ لا طبعا العدالة أعلى بكتير، وأنا أنا ما كنتش فاهم قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم مهم للدرجة، بعد يعني لغاية ما بعد ابتديت أدرس وأدرس، يعني لقيت إيه إن في حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، إن لقيت إن النبي هو كان ماسك كذا دور. يعني دايما لما بنلاقي أو أقول مثلا إن كان في كاتب أمريكاني من كام سنة عمل قائمة اللي هم أهم ناس في التاريخ الدنيا كلها، فجاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام رقم واحد. العظماء ما أعظمهم محمد. نعم، يعني هذا الكتاب رغم ان الأشهر. هو الراجل مسيحي، نعم، يعني ما كانش يعني كان ممكن يحط سيدنا عيسى في الاول، فلما قال لك ان النبي محمد جاب لك الادوار كلها، يعني هو في نفس الوقت كان ماسك الامور الخارجيه لما كان بيكلم عن الناس بره، كان قائد عسكري. للحملات العسكريه، وكان برضو منظم للمجتمع المدني اللي هو كان عايش فيه. نعم، فشفت ان الصوره للشخص ده متكامله، بس كان بابك ليها العداله. ما كانش بيشغلك وانت داخل هذا الدين؟ طب هذا الدين بيتكلم عن العداله قوي، العداله جزء رئيسي، مكون رئيسي في هذا الدين العظيم، ومع ذلك اتباع هذه الديانه ما بيطبقوش العداله، عندهم خلل. ما حصل لكش شيزوفرينيا شويه؟ اتعاملت مع ده ازاي؟ لا، لما اي واحد يبتدي يقرا في التاريخ يلاقي ان في فترات حلوه وفترات وحشه، يعني انا لما اي واحد بيفتح التاريخ المسيحي هيلاقي فترات تسامح رهيبه جدا، وهيلاقي فترات قمع واضطهاد ومشاكل، زي ما هو لما واحد بيفتح في التاريخ الاسلامي هيلاقي واحد كان كويس واحد كان وحش، بس لازم تفصل ما بين ما هو التاريخ والمجرى التاريخي والبني ادم اللي بيغلط والبني ادم اللي ممكن ما بيفهمش كام يعني بشكل كامل، وبين الاساس الديني اللي هو موجود. انت اتعلمت اللغه العربيه؟ اتعلمت اردو؟ انا مبتدئ يعني. مبتدئ في الاردو؟ مبتدئ قوي. والفارسي؟ يعني نص مبتدئ يعني. ليه اخترت اللغات دي؟ يعني العربيه اوكي، انت اهتميت بمصر فقررت انك تتعلم العربيه. اهتمامك بالهند وبايران، يعني الاتجاهات دي بتعكس رؤيه سياسيه للبحث ولا رؤيه دينيه؟ لا، هي ما لهاش علاقه بالسياسه. انا دلوقتي بجهز نفسي لدكتوراه، فان واحد يقدم على دكتوراه في امريكا، او ان انا بحاول ان شاء الله اخش في دكتوراه في امريكا، ان انت محتاج لغات، فاهم حاجه اللغه العربيه، عشان 90% من المصادر الاسلاميه موجوده باللغه العربيه. نعم. لكن الحضارة الفارسية سواء كان إيران أو من الدول التانية اللي حواليها اللي برضو بتكلم فارسي، يعني عندك جزء كبير قوي من أفغانستان، وجزء والبلد تانية كاملة تاجيكستان بتكلم اللغة الفارسية. نعم. فدول برضو فارسي، فده كان أهمية الفارسي. الأردو برضو عندك مثلا أنا تخصصي الفقه الإسلامي، فلما نيجي نتكلم في الفقه هتلاقي ان المذهب الحنفي بالذات ليه أهمية كبيرة قوي في الهند. نعم. فلازم واحد لما عايز يبص على المصادر الأصلية لازم يتعلم اللغات. الله على النموذج. ده تجربة تفرح. احنا لسه رايحين، عايز اعرف مع براين، هو اسلام المصريين مختلف عن اسلام غيرهم، عن الاسلام في الغرب، ومختلف ازاي؟ يعني ايه الملمح الرئيسي للاسلام في مصر الذي يكاد يكون مختلفا؟ وهنروح لاسلام الاخوان، وهنروح للثوره، وهنروح للاسلام السياسي، حاجات كتير هكملها مع براين بعد الفاصل ان شاء الله.